كان لي بعض المعارض وتشرفت بأني كنت من أحد الناس اللي يكونوا موجودين في بيوت الشباب. حقيقة كانت مرحلة رائعة، كان دعم قوي من بيوت الشباب وهيئة الشباب، كذلك جمعيات الثقافة والفنون ممثلة بجمعية الثقافة والفنون في المنطقة الشرقية، وكذلك جمعية الثقافة والفنون في جدة كان لهم الأثر الكبير في أن هيئوا لي كثير من المعارض الشخصية، لأتشرف بأن افتتحت أكثر من 31 معرض شخصي بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تشرفت بأني افتتحت أحد معارضي في قفصة في تونس اللي أخذت من خلاله جائزة أفضل صورة من ناحية الإبداع في مكنون واختزال الفكرة الذكية، كذلك معرضي في بيروت في لبنان، وكذلك معرضي في تركيا، ومعرضي في القاهرة، كما لا أنسى مشاركتي التي كان لها الأثر الكبير والإيجابي في معرض الكاريكاتير الدولي بجدة. حظينا بأن التقينا بعدد من رسامين الكاريكاتير على مستوى العالم العربي، والأهم من هذا كله بعض الشهادات اللي أتشرف بها وأن كرمت من خلالها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. كان لي كثير من المعارض اللي أتشرف فيها، ومنها اختياري ضمن لجنة التحكيم الدولية لمعرض كوسوفو. طبعا معرض كوسوفو كان من أكبر المعارض الدولية، شارك فيه عدد من رسامين الكاريكاتير حول العالم، وحظيت بأني افتتحت وقصيت شريط هذا المعرض مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في كوسوفو، والتقيت بأساتذة كثيرين في مجال الكاريكاتير حول العالم، فكان لها الأثر الكبير، وكرمت من خلالها كرسام كاريكاتير محترف من جمهورية كوسوفو، اللي أفتخر وأعتز بأني مثلت المملكة في هذه الدولة. فن الكاريكاتير فن جميل جدا، فن جميل جدا، ومن الفنون التي تصنع الأثر، وأنا دائما أحفز كل الآباء والأمهات على اقتناص واكتشاف المواهب من الصغر، يعني من سن 4 سنوات إلى سن 9 سنوات الطفل يحب يمسك القلم يرسم بعض الرسومات البسيطة، فعندما نجد أن الطفل يرسم أكثر من 3 قطع في ورقة واحدة مختلفة، مهم جدا أن يحظى باهتمام كبير من الأب والأم، لأنه راح يكون له أثر كبير جدا. فالكاريكاتير يساعد في أن يكون رسام الكاريكاتير مهتم بكثير من التفاصيل، منها الدخول في عالم التقنية، التصوير، الانفوجرافيك، الموشن جرافيك، المونتاج، يحظى كثير جدا بالاهتمام بهذا الشأن. في كلمتي الأخيرة أشكركم على زيارتي في منزلي، وأنا سعيد جدا بهذه المشاركة، وأشد على أزر كل من يدخل في مجال الكاريكاتير في أن رسالتي الوحيدة دائما في أن من أراد أن يبدع وأن يكون ملهما في هذا الفن يتذكر مقولة أول أستاذ لي في المرحلة الابتدائية في مرحلة أولى ابتدائي، عندما قال لي الأستاذ عبد الله الغامدي: إذا أردت أن تكون ثابتا تحرك. ما أنساها. فعندما تريد أن تكون ثابتا متميزا في عملك في كثير من المجالات، تحرك بأن تقرأ، بأن تطلع، بأن تبحث عن كل جديد في المجال الذي لديك فيه الشغف، لكي تصنع من خلاله أثرا طيبا.